تعليم. هرجع هكمل معاك يا احمد زيزو عشان عاجبني الكلام، بس ناخد برضو عبر الهاتف دلوقتي نهنيه بالفوز النهارده كابتننا الكبير كابتن محمود فتح الله المدرب العام بنادي بيراميدز بعد الفوز على الاسماعيلي برباعيه نظيفه. مليون مبروك يا كابتن، اداء رائع ونتيجه كبيره. حبيبي كريم ربنا يخليك، تسلم. الاداء النهارده كان رائع جدا، بيراميدز الشوط الاول كمان تحديدا انا فرجت على جزء كبير من المباراه، كان ممكن يكسب اكتر من ثلاثة في الشوط الاول، وكان ممكن يسجل زيهم في الشوط الثاني، بس كان في فرص ضايعه. الاداء النهارده من كل اللاعبين كان مميز جدا يا كابتن محمود. انا عايز بس قبل ما اتكلم في الماتش برحب بكتر عمد جليل وميرو امير عزمي. حبيبي يا فتح الله، يا فيتو منورين الدنيا يا فيتو. انا شايف يعني مكسب اهلي ومكسب النهارده، ومفيش بقى الحمام والمشويات فين يا ميرو؟ اهدى يا ميرو عينيا يعني حبيبي يا فيتو. كابتن محمد عبد الجليل يترقب. حبيبي يا كابتن، حبيبي يا اعلامي، وحشني جدا يا كابتن. ايه هتاخدوا الدوري ولا ايه؟ يا متهيئ الحال جايين طافيين النور وعمالين تدوا رعاش من بعيد. لا احنا يعني خلينا ماشيين خطوه خطوه، مش عارفين ايه اللي هيحصل. ايه كابتن محمود بس الصوت واطي شويه، وعايز اهنيك وعايز اسالك على الاداء النهارده. انتوا بتلعبوا في اسماعيليه، الموضوع اكيد صعب ومش سهل. عايز اقول لك كريم النتيجه صحيحه 4 والنتيجه 4 للاسماعيلي في اسماعيليه، ده صعب جدا على فكره. الاسماعيلي فريق كبير جدا وفريق محترم، يمكن بيمر بظروف صعبه، لكن يبقى الاسماعيلي وانك تلعب الاسماعيلي في اسماعيليه قدام جمهوره امر صعب جدا جدا. صحيح. الحمد لله كان بالنسبه لنا، انا يعني من وجهه نظري كنت شايف الموضوع تحدي صعب عشان الاسماعيلي طبعا، وعشان ماتش جاي بعد ماتش اهلي واستعملوا ماتش على اعلى مستوى وتركيز 90 دقيقه من اللعيبه على اعلى مستوى، فكنت متخوف شويه ان الموضوع يقل او التركيز يقل، لكن الحمد لله اللعيبه رجاله جدا ومتحملين مسؤوليه من اول دقيقه النهارده، داخلين في المباراه بشكل كويس جدا زي ما بتقول انت. لو كنت يعني جبنا ثلاث اجوال ضيعنا ضربه جزاء ومضيعين الفرنسيين صح في الاول بس يعني، فالحمد لله الحمد لله. مكسب بالنسبه لنا مهم جدا. بتكمل المشوار، احنا بنحاول ما نفرطش في النقط بسهوله، بنقاطر على كل بند، وفي الاخر هنشوف بقى ربنا قابلنا ايه يعني، لكن الاساس نعمل اللي علينا ونجتهد ونتعب ونحاول ما نفرطش. السنه دي تحديدا يعني بيراميدز ثلاث سنين كل سنه نتصور انه هينافس، نتصور انه هيكمل المنافسه، ونحس انه بيتراجع، ومش بنحس هو ده الواقع، كان بيتراجع عن المنافسه في مواقف مهمه. السنه دي تحديدا الكل حاسس انه بيراميدز مكمل للاخر. طولوا شويه ومكمل يا كابتن عبد الجليل، تحس ان هو مكمل. الشغل ازاي بيحصل يا كابتن فتح الله؟ انت بس لازم نحط في حساباتنا انك انت سواء السنه دي او السنين اللي فاتت انت بتتنافس مع ناديين كبار جدا. صح. كنتين كبار جدا. صح. سواء الزمالك بتاريخه وبطولاته وجماهيره او الاهلي بجماهيره وبطولاته برضه نفس القصه، فانت بتنافس عملاقين كبار جدا وانت لسه يعني بادئين بقالنا 4 سنين، فانت المنافسه شرسه. المنافسه معاهم اكيد تعرف لينا كائنين كبار. فانت في الاخر بتجتهد وبتعمل عليك وبتحاول تعمل حاجه وبتحاول تبدا ببطوله. الموضوع على فكره اصلا حاجه في الموضوع اول بطوله. صح. انت لو بطوله عشان كده يمكن تقلنا على الكاس اللي فات عشان كان الموضوع حاسين ان هو ماتشين وتبقى اول بطوله تدخل النادي، لكن الحمد لله على طول نسينا ودخلنا في المنافسه في الدوري ماشيين بشكل كويس، بنحاول ما نتفرجش في النقط. عندنا طبعا ماتشات جدا جدا، ان احنا لعبنا اهلي بعديها لعبنا اسماعيلي، عندنا بنك اهلي، عندنا الزمالك. صح. وماتشات لعبه صعبه، حتى لو لعبت فرقه بتنافس على الهبوط الماتش بالنسبه لك صعب جدا جدا. فالبوست غالي جدا في الدور الثاني زي ما احنا عارفين، ولكن الحمد لله ماشيين بخطوات احنا راضيين عنها لغايه دلوقتي. زي ما قلت هنحاول نقاتل على كل بند، في الاخر بقى نعمل اللي علينا. انت ثاني دوري خدت الدوري، ربنا كرمك وخدت الدوري، ايا كان هنبقى راضيين طالما عملنا اللي علينا يعني. صحيح. كابتن الكبير كابتن محمود فتح الله المدرب العام بنادي بيراميدز، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.